تشابتر 4 كتاب الصوت. نتكلم اولا طبعا تشابتر يتكلم عن الفويزنج والكونسوننت. اول شغله عندنا تعريف اللارينكس، واحنا اوريدي ماخذينه. لارينكس has several very important functions، لديه وظائف عديده في الكلام. The larynx in the neck، يكون في القربة في الرقبة، في الرقبة. It has several parts، لديه أجزاء عديدة. من عندها الكارتلج اللي هو الغضروف. طبعا الكارتلج it is the main part of the structure in the larynx، هو الجزء الرئيسي في اللارينكس. It is a material that is similar to bone but less hard، وهو جزء مشابه للعظام لأنه أقل صلابة، أقل صلابة، بيكون شوية أقل صلابة، مش كثير صلب. الغضروف اللي هو معروف حتى مرات باللحم بالعجل أو بالخروف، هذا الغضروف لما يكون خفيف جدا ينقرض قرض، هيك يسمونه الغضروف. طيب نجي إلى آدمز أبل، تفاحة آدم. It is the front part of the larynx، كلنا نعتقد نعرفه. هذا هو الرسم اللي لها، هاي هنا theory، مو كلش مهم. هذا مهم، هذا كلش مهم. نجي هسه هنا إلى position of the vocal cords، هاي صيغة السؤال يجينا بيها هيك شيء، position of the vocal cords. طبعا الحبال الصوتية لها أربعة مواضع أو أربعة أشكال، للحبال الصوتية أربعة أشكال راح نتكلم عنهم شكل شكل ونوضح. أولا اللي هي الوايد أبارت. It is during the normal breathing and pronunciation of voiceless consonant like p, f, s. الحالة الأولى اللي هي الوايد أبارت، واللي هي الحالة اللي يكون بها الحبال الصوتية متباعدة، مثل ما نشوف هاي. إحنا مو قلناها بعد، الحبال الصوتية هي عبارة عن عن شريطان سميكان، هذول الشريطين، هذول الاثنين. فأول حالة بهم أو أول صيغة بهم هي الوايد أبارت. شنو معنى وايد أبارت؟ during the normal breathing، اللي هي تتباعد بها الحبال الصوتية وخلال عملية النطق الأصوات اللي هم ال p وال f وال c، اللي هي الأصوات ال voiceless، اللي هي الأصوات ال voiceless اللي ما بيها اهتزاز. ليش ما بيها اهتزاز؟ لأن هاي متباعدة. نجي على narrow glottis. شنو معنى narrow glottis؟ هاي الحبال الصوتية تكون متقاربة. شوفوا شلون صايرة، شوف هنا المجال بيناتهم، هنا المجال بيناتهم كبير، بينما هنا المجال يكون أقل. It is when the air passes through the glottis، عندما يمر الهواء من خلال الجلوتس. When it is narrowed، narrowed يعني ضيق يكون. The result will be sound here، نتيجة من ذلك راح يكون عندنا صوت لها. لما يكون عندي هنا عملية خلينا نقول ضيق في مجرى الهواء. ثالثا الـ vibrated vocal cords، من أقول vibrated vocal cords هي الحبال الصوتية لما يكون بها اهتزاز. نعم راح يكون عندي هنا اهتزاز. It is when the internal edges، هاي الحواف الداخلية للحبال الصوتية، comes very close to each other، تقترب من بعضها لبعض. أما الحالة الرابعة when the vocal cords suddenly open and then produce voiceless glottis close، اللي هو شلون صوت القحة، هاي لما يغلق تماما. لما الواحد يقح، لما هاي لما الواحد يقح الحبال الصوتية تغلق تماما، تغلق تماما العبارة الصوتية، يسمونها الـ closed vocal folds. ننتقل الآن إلى الـ aspiration and voicing. طبعا هنا respiration، هنا بس عندنا فد شيء اسمه أولا تعريف الـ voicing أو يسمونه الـ phonation، اللي هو الاهتزاز، اللي هو ناتج عن اهتزاز الحبال الصوتية، result of the vocal cords vibration، اللي هو الناتج عن اهتزاز الحبال الصوتية يسمونه الفويزنج. تعريف جدا 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 يسمونه الفويزنج، أو يسمونه بعض الأحيان الفونيشن. طيب نجي إلى فشيء اسمه السبغلوتال بريشر. This is the pressure of air below the vocal folds. This pressure can
be vibrated due to the intensity, frequency and quality. احنا مو قلنا قبل شوي الحبال الصوتية هي اللي راح تتحكم بخروج الهواء؟ هي الحبال الصوتية مرة تكون كذا شكل ومرة تكون كذا شكل. طيب الضغط، طيب واحنا مو شبهنا الحبال الصوتية بالشباك واللي يفوت من خلال الهواء؟ طيب الهواء اللي يجي على الشباك، اللي ضغط اللي يكون على الشباك، هذا الهواء هو هذا يسمونه بالانجليزي سبجراتر. الضغط الذي يكون على الحبال الصوتية، الهواء الذي يمر على الحبال الصوتية، شلون الهواء لما يجي على الشباك ويضغط عليه، هذا الضغط يجي من الرئتين يخرج على الحبال الصوتية. هذا يعتمد على ثلاثة عوامل. شنو هو الضغط هذا؟ اولا على الانتنسيتي. شنو معنى الانتنسيتي؟ means rising or falling in the force، يعني معناها هل الصوت مرتفع ام منخفض، هذا يأثر على الصوت، يأثر على الضغط مال الكلام. يعني هسه واحد ثاني على سبيل المثال، لما واحد يتكلم بصوت عالي، هذا يسمونه يقولون عليه انتنسيتي مالته عالي. لما يتكلم هسه مثلا واحد يقول اليوم بعض المدرسين لما يدخل لسه يدي يشرح، يلا طلاب ركزوا وياي، اليوم ان شاء الله راح نتكلم عن موضوع السبجلوتال بريشر، ركزوا وياي وانتبهوا عليه. هذا الموضوع يتكلم عن هيك الكلام، هذا الانتنسيتي مالته جدا ضعيف. لما يكون الصوت عالي، لما واحد يتكلم بصوت عالي، فاكو مدرسين من يجي يشرح يقول السلام عليكم طلابنا الاعزاء، اليوم راح نتكلم عن سبجلوتال بريشر. زين شنو يعني سبجلوتال بريشر؟ معناها كذا كذا كذا، يتكلم بصوت عالي، هذا يقولون عليه انتنسيتي مالته عالي. فالضغط ضغط اللي جاي على الحبال الصوتية يعتمد ايضا على ايش؟ يعتمد ايضا على ارتفاع وانخفاض الصوت، ارتفاع وانخفاض الصوت. الفريكونسي تردد ايضا هذا يؤثر على الحبال الصوتية. frequency means the rapidity of vibration of the vocal folds، يعتمد معناه التردد، سرعة تردد الحبال الصوتية. إذا كانت الحبال الصوتية تحتوي على اهتزاز سريع، فهذا يعني أن لديها high frequency، يعني لما يكون عندي frequency عالي يكون عندي تردد عالي، معناها أني راح يكون ضغط قوي. يعني هاي العوامل الثلاثة هي اللي تحدد لي نوع الصوت، هي اللي تحدد لي الضغط اللي يكون على الحبال الصوتية. إذا هاي ملاحظة ركز عليها، if the vocal cords vibrated rapidly the voicing high quality frequency، يعني بالضبط شلون اكو فد شيء اسمه الطاحونة الهوائية، هاي الطاحونة اللي هي الهوائية اللي تكون على سبيل المثال يخلون شلون البنكة، شلون المروحة، يخلونها بالصحراء او مناطق بها هواء ويخلي الهواء يفرها، وهاي من تفتر تولد طاقة كهربائية، من تفتر تولد طاقة كهربائية. فكل ما يزود الهواء يزداد الفر، كل ما يزود الهواء على البنكة او على المروحة يزداد الهواء. نفس الشيء بالضبط على الحبال الصوتية، كل ما يزود الهواء تزداد سرعة اهتزاز الحبال الصوتية، لان الحبال الصوتية هي تهتز، من يصير هواها قوي يزود الاهتزاز، من يكون الهواء خفيف يقل. فهنا يقول if the vocal cords هنا هاي الملاحظة if the vocal cords vibrate rapidly، إذا اهتزت بسرعة the voicing سوف يكون الاهتزاز عالي، إذا كان الاهتزاز سريع سوف يكون التردد عالي، frequency عالي. هاي ممكن يجينا صح أو خطأ، يقول if the vocal cords vibrated slowly، مو قال rapidly، قال slowly قليلا، the voicing is high quality، إذن هاي غلط، لأن هو موجود rapidly أنا قلت slowly، هنا غلط. أو ممكن أقول the vocal cords إذا حبال الصوتية اهتزت بسرعة the voicing سوف يكون الارتفاع
ان لو فريكونسي التردد يكون قليل. الجواب غلط، الجواب راح يكون غلط لانه هاي. If the vibrated slowly، إذا كان الاهتزاز قليل سوف يكون عندي تردد قليل. هاي أيضا ممكن أعكسها، ممكن تنعكس، يقول لك if the vibrated rapidly بسرعة the voicing is in high. جواب غلط، مو high، in low. آخر شيء عندنا الكواليتي، it is the ability to produce different sound voicing such as harsh, breathy, murmured and creaky voices. معناها نوعية الصوت، جودة الصوت، شلون الصوت ما سمع. مرات احنا لما نشوف الفيديو او صوت نقول الجودة مالته عالية، يعني الوضوح مالته قوي. نوعية الصوت عالية، نوعية الصوت واضح، الكواليتي مالته. نوعية الصوت ايضا تحدد، يعني صوت المرأة ليس مثل صوت الرجل، صوت الكبير ليس مثل صوت الصغير، صوت المريض ليس مثل صوت المتعافي، صوت الشرطي ليس مثل صوت الطبيب، صوت المطرب ليس مثل صوت الآخر. فكل شخص إلى صوت معين وإلى طبقة صوت محددة. فهذا كلها تحدد لي أو تبين لي كمية الضغط اللي يكون على الفوكال كورس. طبعا هاي الفوكال كورس، هاي النقاط هذا اللي لازم نحفظه، المواضع ذني ممكن يجيب لنا رسم يريد الشرح، ممكن يجيب شرح يريد الرسم، ممكن يجيب فراغات ايضا ممكن يجي هذني. ايضا هذا السؤال يجينا بالامتحان subglottal pressure، يقول لك عرف define the subglottal pressure and write three factors، واكتب العوامل الثلاثة، او يقول لك and write its factors واكتب عوامله. فاكتر يعني عوامل، هنا نكتبهن ذني ثلاثتهن نكتبهن. الآن ننتقل إلى موضوع اسمه البلوسيف أو اللي يسمونه الستوبس. تعريف البلوسيف أو تعريف الستوب is a consonant sound، هي أصوات consonant مو vowel، resulted ناتجة أو تنتج from completed closure، الناتجة عن إغلاق تام of two articulators لعضوين اثنين which allow no air to escape from the vocal cords، وهذا الإغلاق التام لا يسمح للهواء بالخروج من نعم. إذن هذا راح يكون عندي إعاقة للحبال الصوتية، وهذا الإعاقة بعدها يصير عندي انفجار، لذلك سموها plosive stop. عددهم باللغة الإنجليزية 6، بابا بابتدكج نعم بابتدكج. طيب هنا عندنا مراحل نطق الكلوزينج البلوسيف ساوندز. طبعا البلوسيف ساوندز في لها مراحل لعملية نطقها، وهي أربعة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الكلوزينج. شنو معنى مرحلة الكلوزينج؟ مرحلة التقارب. شنو يعني مرحلة التقارب؟ It is the first phase when two speech articulators form the closure for two plosives. هنا عندي كلمة form، هاي مفرم مو من، form يعني معناها تجتمع. عندما يكون أول عضوين نطق يجتمعان، عندما يجتمع أول عضوين نطق أو يتقارب أول عضوين نطق من بعضهما لبعض. إذن المرحلة الأولى مرحلة التقارب، مثلا صوت الـ نقول إب، أول مرحلة تجتمع شفتين على المرحلة الأولى. ثاني مرحلة الكمبريشن فيز اللي هي مرحلة الانضغاط أو مرحلة التوقف. شنو يعني مرحلة التوقف؟ It is the second phase، هي ثاني مرحلة. When the air compressed when the compressed air is stopped from escaping، عندما يتوقف الهواء من الخروج. يعني لما تنطبق الشفاه من بعضها لبعض، من اقول ب لما تنطلق هاي تتوقف اعضاء النطق عن النطق، تتوقف تغلق توقف الهواء تحبس الهواء، هذا يسمونه الكمبريشن. المرحلة الأولى مرحلة تقارب الأعضاء، المرحلة الثانية مرحلة
فالمرحلة الثانية مرحلة الإغلاق، مرحلة توقف الصوت أو حبس الصوت، والمرحلة الثالثة مرحلة خروج الهواء، ضغط خروج يعني الهواء. نعم. It is the third phase when the in or closed enough articulators are open so as to allow to compressed air to escape. مرحلة الإطلاق وهي المرحلة التي راح ينفجر بها الصوت، يخرج الهواء من أقول هاي المرحلة، من أقول بهاي الأولى، بعدين من أقول توقف الهواء تماما، هاي الكمبريشن، من أقول با خروج الهواء، هذا يسمونه ريليزنج فيز. والمرحلة الثالثة اللي هي البوست ريليز بايز، اللي هي مرحلة عودة أعضاء النطق اللي تقاربت بالمرحلة الأولى إلى ما كانت عليه. It is the fourth phase which happens immediately after the in the phrase air is forced to make aspiration. وراح يكون عندي هنا انفجار بهاي المرحلة اللي هي راح ترجع أعضاء النطق إلى ما كانت عليه، إلى ما كانت عليه. نجي إلى فد موضوع يسمونه pre-fortis clapping. It's the shortened effect of petake can be much noticed, especially if the vowels are long or diphthongs. The pre-fortis clapping طبعا هي اللي يسمونها مرحلة تقصير الأصوات. أكو عندنا أصوات من ضمنهم البتاكة، هذه الأصوات راح تقتحم أصوات العلة اللي جاية قبلها وتخليها ضعيف. بس يعني هو بشكل عام كل الأصوات القوية، كل الأصوات القوية من ضمنها البتاكة، هذه الأصوات أصوات قوية راح تعتدي وتنتصر على أصوات العلة وتخليهم ضعيفات، تخليهم ضعيفات. هيك اريد نفهمها، اريد نسوي نفهمها عملية غزو، عملية اقتحام، البري فورتيس كليبينج. يعني انا عندي صوت قوي، هذا الصوت القوي راح ينتصر على اصوات العلة اللي قبله، اللي اصوات اللي قبله. كذلك هذا تعريف للفورتيس، فورت ساوندز او سترونج ساوندز، consonant that produce with the greater force، هي الأصوات التي تنتج بجهد أو بنطق قوي. أما الأصوات الضعيفة فهي الأصوات التي تنطق بنطق ضعيف. هذا التعاريف بس، ممكن يجينا فراغات صح وخطأ، اختيارات نحفظهن بس لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل. هنا لا ننسى بأنه كل الأصوات القصيرة، كل أصوات العلة القوية من ضمنهم الباتكة، تجعل أصوات العلة اللي قبلهم قصيرة، تجعل أصوات القلة يعني مثلا على سبيل المثال من أقول مثلا مثلا خلينا نقول بيت بيت بيت، صوت الإي هنا هو لونج فاول بس كان أخف خفيف بسبب الأصوات القوية، سبب الأصوات قوية. بينما لو كان صوت ضعيف غير البتكة كان الصوت ممكن أطول بسبب الأصوات الضعيفة. يعني الأصوات الضعيفة تخلي صوت العلة طويل، الأصوات القوية تخلي صوت العلة قصير، الأصوات القوية تضعف، الأصوات الضعيفة تطول. يعني عكس الشيء، يعني قوي يضعف، ضعيف يقوي. هنا عندنا هذا رسم صوتي عن الفصل الرابع، ضروري جدا نرسم هاي الأصوات، نسوي لها رسم صوتي، نحلها، نشوف نفسنا حلينا صح لو غلط، وبعدين نتأكد من الحل إن شاء الله. السؤال الثاني كذلك عندنا يقول express the sentence true، هنا عندنا true false، هنا نحلهن هذين الأسئلة، نقراهن، نكتشف حلهن شنو هذا الحل صح أم غلط، نقراهن ونفسر الجملة ونجاوبهن يعني بدون أي مشاكل. نريد نشوف نفسنا نحل صح لو غلط، يعني ما نريد بس نحفظ الحل ونروح بالامتحان
تجينا الامتحان، يجينا السؤال، نظل صافنين. احنا نريد ندخل اعتبر نفسنا هذا امتحان ونجاوب على مود نشوف، خاف عندنا سبيلنج ما نعرف نكتب، خاف نسينا تعريف، حتى نشوف وين عندنا نقاط ضعف، نعالج هاي النقاط الضعف، نعالج هاي نقاط الضعف. هذا الرسم ايضا، بس الرسم هذا مخربط يعني بديل باي هنا. هذا كل واحد ننطي الشرح مالته، كل واحد وننطي الشرح مالته. هذا سؤال دائما يجي بالوزاري. عندنا هذا السؤال الخامس، هذا هم نحاول نحله، هو الحل اصلا موجود هنا يعني اوريدي لي جوا، بس بالبدايه نحله احنا بدون ما نباوع الحل، نخفي الحل وبعدين نشوف الحل اذا احنا صح او غلط. وهذا ترو فوس انا ايضا حاله، نقدر نطلع علي ونشوف حلنا ونشوف الاسئله شلون جايه. اكثر طلاب بكل الوطن العربي يعانون من ماده الصوت ومن صعوبه الاسئله، لذلك خليت تمارين هواي، ناس محلوله وناس ما محلوله، على مود تشوف نفسك انت شلون شرح شلون الماده وشنو حلها والى اخره.